طب صوروا المطبخ، صوروا كل اخر، ما عادش كل اخر، عشان كده ان ايه؟ عن داخل اسرائيل 13 قانون ومشروع قانون فقط ضد 40 سنة ممنوعة من الزيارة. والإجابة فوق أقاربهم أو أبائهم بدون شبك أو بدون فاصل. أنا كنت بالسجن، أنا أتصل إنسانيا بدوي، ليست مطالب مستحيلة كما هو عدم التجارب، هي التي دفعت الأسرى إلى هذا الخيار. الأسرى ليس هو الإنسانية العادية جدا. نحن أيضا طلبنا من أعضاء السلك الدبلوماسي الأمثل. لم أرى في حياتي منذ عام كنا قبل قليل في اجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وضعناهم في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في ظل الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر لليوم الثالث على التوالي. أكدنا على مجموعة من القضايا، هي أولا أن هذا الإضراب هو إضراب إنساني، وهدف المعتقلين تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية لهم. هذا الإضراب ليس إضرابا سياسيا. أيضا تحدثنا عن هذا التحريض الغير طبيعي الذي بدأ يقوم به وزراء في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو ضد الأسرى، التحريض بقتلهم، التحريض بوصفهم بالإرهابيين والمجرمين، التحريض بتركهم حتى الموت في الإضراب المفتوح عن الطعام. إذا لم يكن هناك إسراع في حل هذه المشاكل سيزيد عدد الأسرى المضربين، وأتوقع إذا استمر الإضراب كمان 10 أيام سيكون كل الأسرى أو 90% من مجموع المعتقلين سيكونون قد دخلوا الإضراب. كل الادعاءات التي تصدر بالصحف، هذه الادعاءات باطلة وتشويه لطبيعة الإضراب. وأنا بقول أنا جاهز كعيسى كراكا رئيس هيئة الأسرى أني الآن تعطيني مصلحة السجون ردود على هذه المطالب، أن أروح على قيادة الإضراب ووقف الإضراب إذا تجاوبت إيجابيا مع المطالب.